عز إيماني لفظي قرآني وسلوكي أدب ربي رباني. الله مرادي والذكر عمادي وكلام نبي فوزي ورشادي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في سورة الانشقاق. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هنا لمن الخطاب؟ هل الخطاب موجه بإنسان دون غيره، أو الخطاب موجه للجميع؟ لو كان خاص قال يا أيها المصلي، يا أيها المؤمن، يا أيها الذاكر، قال يا أيها الإنسان، عمم بالنداء لكل إنسان صغيرا أو كبيرا، متعلما أو جاهلا، كل بني الإنسان نزل تحت عنوان يا أيها الإنسان. النداء لبني الإنسان إنك كادح الكدح والتعب والعمل فأنا شايف الآية كأنها بغير محلها، أو نحن لا نعطي حقها. إنك كادح إلى ربك تتعب وتفنى، والغاية أن تصل إلى ربك بكدبك وتعبك. في حد منكم أبتعب بإقباله على الله عز وجل؟ سواء كان بالصلوات الخمس أو في قيام الليل في التهجد أو في الأذكار، في أحد منكم عم يتعب؟ كانوا يقولوا قمنا من جلسة الذكر كأنه مهبط فوقنا جبل، ما فينا حيل نتحرك. الذاكر لما بكون ذاكر فعلا
تظهر آلامه وأحزانه أثناء الذكر بشعر بتعب لا يطاق، فالذي يشعر بتعب لا يطاق يقوم من الذكر تعبان. يقول والله بعد ما قمت تعبان لا أرجع، أعدي ساعتين رخار بركي برتاح، برجع بعيد الذكر من أول وجديد، بيقوم من الذكر براح. هيك كان في حدا بيناتكم اليوم على المستوى اللي على المستوى بهالحارة اللي أصبحته بهالحارة بهالحارة، كانوا إذا أعدوا بدنا نذكروا الله ما يقدروا الزمن، تذكر في طريق ما كان يقدر الزمن، طالما أنا جسمي لساته موجود قاعد لك عزي ما عاد حمدوني بيروحوا يروحوا، أنا بذكر الله، بذكر الله يا بعيد للحياة يا بقود الحياة. في حالة منكم وصل لهون هيك كان كانوا ما بعرف إذا هي موجودة الآية وما موجودة، كثيرا من الليل ما يهجعون، في هيك آية ما في، ما حياتكم هيك؟ كثيرا من الليل ما يهجعون، مين بحط راسه عن خده بتألف ساعه ساعه ونص ما في نوم، شلون بدي نام وانا ما ذكرت الله اليوم؟ مين فيكم على المستوى؟ وزن هذا أربعة أصبعته وهي مو آية، الآية قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار انتو هم نائمون، أما هنين وبالأسحار هم يستغفرون. لا يخلو بينكم من يقومون بالأسحار ويستغفرون الملك الجبار ويتابعون معه في الليل والنهار، لا تخلو، لكن الأكثرية هيك أو الأكثرية، وقليل من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم نائمون. الخطاب في هذه الآية الكريمة لمن؟ لكل إنسان رجل أو امرأة
كلمة إنسان تجمع الذكور والأنوثة أو يختص بها الرجال. هذا منقول الإنسانة، هذا للتخصيص. أما للتعميم الإنسان يطلق على الرجل والمرأة والطفل الرضيع وما بينهما. الذي يشمل المؤمن والكافر والعاصي. ومعنى قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك ساع إلى ربك سعيا وعامل عملا ثم إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر. الدنيا مزرعة والآخرة حصاد، نتائج زرعك بتحصل عليه هنيك. متى يبدأ نتائج الزرع؟ قال متى حطوا بالنعش وأخذوا على التربية ونزل في قبره، نزلت عليه الملائكة الكرام يعرضون عليه أعماله إن كانت صالحة أنقذ وإن كانت طالحة وقع في عذاب الله. ويبدأ العذاب من النزول في القبر إلى الدار الآخرة. إنك ستلقى ما عملت من خير أو شر، لأن كدح الإنسان في الحياة يتطلب بعمل اليوم عملا لغد. عمل اليوم لغد أو اليوم، اليوم طبخنا مشان ناكل اليوم نبى بكره، الأكلات أكلناهن اليوم، لكن آثار الطعام لما بيظهر فيك اليوم ولا بكره. مدة الطعام من ساعتين ونص إلى 12 ساعة، وإذا كان الطعام نواشف لأربعة وعشرين ساعة. يتطلب بعمل اليوم عملا لغد، وهكذا وصفه الحبيب المحبوب صلوات الله وسلامه عليه. قال عش ما شئت فإنك ميت، يعني 20 40
60 80 100 120 بعدين الخبر ايش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه أي فإنك ميت ترى خاصة والعامة ما بعرف في ناس بيموتوا وفي ناس ما بيموتوا والله أنا شايف عامة بتعم كل الخلق معنى كلمة عامة ديروا بالكم مو المراد الإنسان فقط لما نقول عامة تشمل كل مخلوق من الناموسة إلى الفيل إلى الجمل كل مخلوق لابد له من الموت لا يمكن إلا كل الخلق الحياة والتعابين بيموتوا ولم يبقى لهم وجود كل شيء اسمه مخلوق لابد له من الموت ايش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه يمكن بعد فترة زمنية ما بحسن أنا أحددها لأنه ما بعرف إمتى بتجوا على درس بيطلع غيري بيتحدث وينه رحمة الله عليه راح ويمكن أن يبدل بامرأة أو برجل ما بعرف أنا بحياتي في الأسفار حاولت عدة مشايخ يعملوا الدرس عواضي كل شيء إلا درس النساء فالله قصني للنساء أنا بقعد مع النساء كما أجلس مع نفسي ما عندي فوارق لكن الناس بيخاف والله أحد مشايخ قلت له يا أستاذ بياكلوا زلم قال لي كل شيء إلا النساء فقلت له ضعف الإنسان بذاته عدم إرادته على ذاته بيخاف من كل شيء أنا مضطر بدي أسافر ما حدا رضي بعدين الله طالع من النساء ما ينوب عني ويفوقني إيش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه أنا حبيتكم ها لكن بشرط يا بتبقوني يا بتبقون واحد من اثنين هلا أنا قاعد يعني هاي الجمعة قاعد الجمعة الجاية إن شاء الله أنا أكون معكم هذا بقدرتي وإرادتي
لكن هل قدرتي تقف أمام قدرته؟ ما بعرف. أو إذا جاءت قدرته لا تبقي لقدرتي شيء. إذا جاءت قدرته ما عاد عندي قدرة أنا. وعمل ما شئت في هذه الحياة. شو بدك تساوي حر؟ فإنك ملاقيه لبتنزل بقبرك وتجد الفيلم الذي يعرض أمامك منذ بدأت الحياة وحتى نهاية الحياة. شو مقدم ستجد قدامك؟ هذا ممكن؟ الله قال ما يلفظ من شيء إلا لديه رقيب عتيد. هذا إيمان بالغيب. في عندكم إيمان بالشهود؟ مرات بحط بين مسجل أو بالفيديو بسمع درس أنا عامله من 20 سنة. وأنا لما بسمع بشوف أخطاء. شلون كانوا الناس تمر عليهم الأخطاء ما يشعروا؟ فسألت إنه الخطأ عم يمر، ما حدا عم ينبهني على الخطأ. قال اللي بيكونوا قاعدين في المجلس محبتهم بتأرجيهم الخطأ صواب. لكن بكرة لما بتنكشف البرداية ويظهر الخطأ على ما هو عليه والصواب على ما هو عليه وبتظهر الحقائق، فيعرف عندئذ الخطأ من الصواب. هون يعني أنا مرق لكم وأنتم مرقوا لي وماشي الحال عاملين أنا ما عندنا خبر. أما بكرة ما في مرق لك مرق لي. بكرة كل منا سيقف للسؤال والجواب. أولا السؤال في خبره، والله يا ربي أنا بعرف حالي منذ وعيت على الدنيا حتى هذا اليوم ما مر علي كذبة، لا صغيرة ولا كبيرة، لا بيضة ولا سودة، ما بعرف. هذا ما أنا أعيه. ما إذا كان أنا غفلان سهيان وطلع من تمي شي وحدة وسجلت علي، من يستطيع أن يمحوها؟ هاتوا محيا مين من حياه إذا كان سجلي؟ هذول اللي واقفين هون عم يسجدوا علي حسنات سيئات، النظرة عم تسجل، الحركة عم تسجل، الهمسة عم تسجل، وهذا ما وصل إليه الإنسان، فكيف بالرحمن؟ ما
ما وصل إلي الرحمن هل يقف عند حد من الحدود؟ ما بعرف والله، أنا جاهل ما بعرف. فإنك مجزي به في رواية، فإنك ملاقيه في رواية، فإنك مجزي به ومن كلام الحبيب المحبوب. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، والذي لا يقوم الليل فاقد شرف. أدب كلامي هذا كلام سيد الأنبياء، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، فما بالك إذا كان الليل ظلام وأنت تضيء المكان في ظلام الليل؟ الذي يقوم بصلاة التهجد يضيء المكان بصلاته، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه كدحك يا ابن آدم لضعيف، فمن استطاع أن يكون كدحه في طاعة ربه فليفعل، يدح بتعب. بعض التجار بيجي على البيت يعود ايه مدري ليه وهاتو، طالع روحنا اليوم مع البشر بالأخذ والعصا، الناس ما بينعطوش وما في حدا عنده إدراك ولا وعي، من دق الباب والله الشيخ مريض محاسن لا يسمع سؤال ولا يجاوب على سؤال. أنا أخي مضطر جاي من سفر بعيد وجاي لعند الشيخ، تمنعوني؟ بسمع لنخلي يحكي لكم السؤال. مرتو حردانة وأهلها أخذينها لعدها، شيخي بدك ترجع ليها، يا ابني سوء تصرفك وصلك لهم، غير معاملتك ما بغير بدك ترجع غصبا عنها.
شيخي انت بدك تروح تجيبها. في حدا منكم بيتحمل؟ والله ما لي حدا يطلع من الباب. يمكن هالشهرين ما طلعت من الباب الا نوادر. واقع انا بهذا، وقف على ذلك، مختلف انا وشريكي. بدك تروح تصالح تصالح بيناتنا. لك يا عمو والله انا مريض، ما في شيء عم تحكي. اما والله انا مريض قاعد بالفرشه ما بعرف ندم ولا اعود. ما بيصير لك شيء اذا امت. خدوم انسان مؤمن. في حدا ممكن بيقع بهيك شيء؟ انا بقع. لكن الكدح تبعكم اكبر بشؤون الدنيا او الكدح تبعي اكبر. ماني مخلص لا بالدنيا ولا بالاخره. فمن استطاع ان يكون كدحه في طاعه الله تعالى فليفعل، والله عشت العمر ما لي شيء غير الله، وليست لي حاجة إلا برضا. ما بعرف بحصل عليها قبل ما أموت. أجهل من جاهل، أنا ما بعرف شيء. الكدح ما هو؟ هو جهد النفس، وجهد الجسد، جهد النفس وأتعابها في العمل والكد، في التعب، في المشقة. سألوني سؤال، واحد بيشتغل تقطيع الصخر من الصباح تطلع الشمس، بيشتغل لتغيب الشمس، صخرة متر، متر ونص، مترين مكعبة، بده يحفر عليها وطالع شقفة واحدة. بعصرنا نحن ندق الرج بإيدنا لنحفر مشان نحط لها مفجرات. اليوم صار في آلات تحفر أسرع منا. لما كنا العرق عم يضرب مكعب رجلينا عنا الزندق، نصعد على البيت ايدينا ما حاسين نرفعهم. هل هذا يسمى كد؟ استطاع بنا ننام إذا نام من هون عم يجعونا.
سطحنا على مين ما احسن ننام، سطحنا على عثمان ما احسن ننام. آلامنا ما عاد خلينا ننام. ساعة ساعتين ثلاث ساعات عم نتألب من كتر التعب، من دوب ما عاد نحس بشي. من بدع عيوننا الساعة أربعة ونص باقي الفجر نص ساعة. بهالنص ساعة هاي شو بدنا نشتغل؟ قوم توضى، دلم القبلة، صلي تهجدك، نطلع من صلاة التهجد. لا عاد في ألم ولا عاد في، كله راح. بإيش راح؟ كتر التعب بتخدر الواحد ما عاد يحس. هذا ما ذقناه في الدنيا. الكدح هو السعي الشديد في طلب الكسب. نشتري البقدونس والكزبرة 500 بجلة، بسطهم بالطريق، نشتريها ب10 نبيعها ب11، لين باعوا إذا شي بناخذه على البيت. مرابحنا طلعت بالبضاعة اللي باتت، عايشين مستورين الحمد لله. صار معنا مصاري. تاني يوم رسمنا رجع لورا. يلي زادوا أكلناهم نحن بالبيت، هذا من أصل الرسمات. نشتري على قد الموجود، تاني يوم نربح نعيش مستورة، ثالث يوم نربح، رابع يوم نربح، خامس يوم نخسر. أي الحياة اللي أنا عشتها. الحياة ما بتجي كلها من مبنى. اليوم في إنسان يتحمل يلي نحن تحملناه بعصرنا وزماننا. نعبي الضواية زيت كاز ونحطها نشعلها ما بتضوي على حالها. إذا واحد طلع من جمه شيء يطلع أسود من دخان الضواية. عشنا نحن بهذه الحياة. اليوم الكهرباء وما عجبتنا، فلما ما عاد عجبتنا الكهرباء صار بدنا كل شيء. وقام الله ضيق علينا، صارت الكهرباء تشعل وتنطفي. بتشعل اكثر ولا بتنطفي اكثر؟ ما بعرف انو اكثر، شعل ولا طفي. ارجعوا على الكاز. قال ما في زيت كاز. حطوا سبيترو. كنا نساوي الضوء بسبيترو لحتى ما يشحر.
مع كل هذا السبيتر الشحير الأزرق أو الأبيض شحير، كم لاقينا من العناء والعذاب حتى وصلنا إليكم. اليوم كل هذه الوسائل موجودة، الله يطلع أنا وأمي نقعد على طبق الغسيل من صلاة الفجر لصلاة العشاء، إيدينا هيك الواحد يصير نعبيهم ملح ونسكرهم ليغضبوا الملح ويطلعوا مية الخزين. هيك عشنا حياتنا. اليوم اجتكم الرفاهية، الله يعجن واخبز أنا أمي ونسلق حلة سليقة 600 كيلو ونطلع على السطوح وننشرها ونفردها. حياة عشنا. فأنتوا الرفاهية تبعكم بعدتكم عن الله، لأنه عقود تستعملوها ما في. لو استعملنا عقولنا نشوف الرفاهية التي وجدت الآن نستعملها في الله. يعني قديش بطالع بهالمجموعة اللي حوالي الذين يقومون الليل يوميا، بيطلع 3%. مره يمكن ما حط 3%. وكثرة الطلبات، بدنا وبدنا 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 وبدنا. لو رجعنا الى الله والله لاعطانا كل شيء. بس انتم ولا جايينكم الله. اذا حبيت بحبش بيناتكم، طالع 10% يتمسكون بالصفات اللي بحكيها، والله كان الرجل قاعد بالنظافة والمرأة والولاد، العجين، الخبيز، الطبخ، غسيل الولاد، تغسيل الولاد، كانت المرأة تشغل. وإضافة لذلك تحط أكل للبقرات وتحلب البقرات هي وحدها. هيك كانت حياتنا. فاليوم المرأة من كثر الرفاهية عم ترفس، هذا عجبني وهذا ما عجبني، وهذا بدي اياه وهذا ما بدي اياه، كأنه صار على كيف. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. بكرة قدامكم حصائد أعمالكم. مين منكم بالحارة إذا انكشفت البرداية وظهرت أعمالنا للعيان؟ مين منكم عنده يقين بأن أعماله تدخله الجنة بالحارة؟ يرفعنا أصبعته. لا معنى. مين منكم بالحارة عنده ثقة بنفسه بأنه يدخل الجنة بعمله؟ يرفعنا أصبعته. نشوف مين.
بعد بالحارة مين عنده يقين انه يكون من اهل الجنة يرفعنا اصبعته. لا تنغشوا بحالكم. عم نجي على الجامع ومنحضر ومنسمع بس تصل على الباب شو سمعتي بالدرس؟ والله اللي سمعتهم جوا انا. لما وصلت على الباب تبخروا كل ما صبشي. ولو عزمنا ان نعمل بما علمنا لما نسينا لما نسينا لكن ما عزمنا ان نعمل بعلمنا. عم نعب بالدرس سلايا نحن عم نتسلى. ما عم نعب بالدرس لنسجل على حالنا ونعمل بما سمعنا. لذلك من كلمات النبي عليه الصلاة والسلام لو عملتم بما سمعتم لصافحتكم الملائكة بالطرقات. أنا رأيت بعيني من عملوا بما سمعوا كيف صافحتهم الملائكة في الطرقات. وكيف أنقذوا من الهلاك. عند الله ما بيجي بلاش. عند الله وكل شيء خلقناه بقدر. عم نرى آيات لكن والله أخشى أن تكون حجة علينا بين يدي ربنا. مع العلم أننا نأمل أن تكون حجة لنا. بتنقلب حجة علينا. الكدح في طلب الله تعالى هذا عم نوجد. مين منكم بيتعب بالنهار وبالليل بيتعب اكثر باقباله على الله؟ حطوا حالكم بالميزان. بالنهار عم نتعب بالغسيل بالطبق والله ايدينا تنتبخ. اذا عملنا هيك على الارض ما نحس بايدينا قد ما ننتبخ. اليوم اتمتيك ولا هي الغساله احسن او هي الغساله احسن؟ أتمتيك ما عاد لا تعب ولا عمل. أنا عندي تنور وعندي حطب كنت بزماني أعجن وأخبز. فاليوم والله أنا عجزت وأبعد التنور ما في توازن. أنا إذا بدي يتوضى إذا ما في مين يسندني ما بحس متوضى. توازن عندي صار ضعيف. في حدا منكم بيعجن وبيخبز؟ تنور عندي وحطب عندي وطحين عندي ونخالي عندي بس مين يعجن ويخبز؟ في حدا عنده استعداد يعجن ويخبز ويعرف العجين اختمر او ما اختمر؟ في حدا بهالحاره
قال حرام، إلا إذا إنسان ربياني ذي قرية ونستعتون على العتيق ممكن، أما بنات المدينة في واحدة بتعرف تهجم تخبز الشيخ يا الله يرضى عليك، اي والله عم تتجوزوا ما بيعرفوا يطبخوا، والله شكاري بعض الرجال قال لي انا اذا ما طبخت ما بتعرف مرتي تطبخ، قلت له حطها قدامك وعلمها وخلي تخبص ولا انت طبخي، قلت له خلص ما بعرف اريح لا ما عليه ما طبخ. في عائلة راتبه وراتبها ضخم ما عندهم استهلاك دائما بشكو، بدهم انك عزموني على الغداء لعندكم شي مرة، انا مالي عاوز اكل عندهم، بدي اعرف شو بياكلوا ليش دائما بيشحدوا، معاشه معاشه ضخم. ماني شامم ريحة طبخ بالبيت، قال هلا بيجي الاكل، تاني بيجي الاكل من المطعم الوقت مشان ياكلوا، حملت الاكل من المطعم للبيت ببلاش ولا كله مسجل، انا في ولادتي طقت حردت وطلعت من البيت ما اكلت، بعد ما استنيت ساعتين بطلت انا اكل من السوق، ما باكل من السوق، مرة موظفة برجال موظف امتى بتخلصي تنتين تعي لعندي على البيت من التنتين للستة، خلصي لي الفاصوليات بابا مو تخليص، ايه بدك تقطعيها من هون تقلبيها تلي من نزر منها، علمناها طبعاً الفاصوليا هي بدها تطبخ عندي بالبيت، طبخت أكلنا، خلي هي لجوزك إمتى بيجي لعندك على البيت بتطعميني من طبخك، اشتروا طناجر اشتروا غاز اشتروا نقص بطبخوا بالبيت بالعصاي، اشتغل الطبخ بالبيت بعد سنتين استدعيتها هي وياه شو صمتوا بها السنتين، بها السنتين ما لحقوا المليون، لكن على كل درس لون، يعني شيء بسنتين ما لحقوا المليون، بأربع خمس سنين بصير كذا مليون، لك احسبوا حساب مرتك أصيبت بمرض دخلت على المستشفى، والله اليوم المليون ما عاد تساوي شيء، عقول ما في بس عم ناكل ونشرب، السلام عليكم، ليرة سوري ما مصمدين، ما تركتهم إذا صار في معهم، لو احتاجوا مستشفى مليون واثنين وثلاثة وأربعة صار موجود، بس لأنه طبخوا بالبيت، الكدح بطلب الله تعالى، الكدح بطلب الدنيا،
فالذي لا يكون همه في الدنيا إلا جمع المال من حله وغير حله، تستذله الدنيا وتستعبده يصير عبد الدنيا عبد المال عبد الهوى. ما عاد عبد الله، لما خلق الله تعالى الدنيا خاطبها بقوله يا دنيا اخدمي من خدمني، واستخدمي وأتبعي من خدمك. الذي يعمل للدنيا لو جمع المليارات يشكو الفقر، ما عليك في شيء، وصار لها عبد، ليله لها. إحدى الزوجات قالت أنا ما بدي إياك، اتركني ما بدي إياك. لما عجز قال لها طيب بتحبين الشيخ نحطه حكام؟ قالت له اتفضل. إجيت هي وياه لعندي، ما بدها اياه، تفضلي شو سؤالك؟ قال انا مالي سؤال، بس طلب صغير، انا كزوجة الي حق عليه؟ لما بيجي عندها شو بساوي؟ قال كل نهار بالمحل عم يشتغل، بيجي على البيت بفتح الدفاتر، بيجي بيسجل هاي هاي، انا بنام وهو عم يشتغل بالدفاتر، بيجي بيطالبني انه لايمتى بدي انت نايمه وانا قاعد، انا بتعب الاولاد بالنهار، بيجي بدي نام بيسهر، تريك السهر عود معي ساعة واحدة بس، عيوني بعطيك إياها، ولا على الحالة أنا ما بدي إياك. مليء الرجل لقيت له حل، جيب محاسب ربع التكاليف، عون انت وياها، عم بتدور هي على مصلحتك مو على مصلحتها هي. بعد ما بتكون انت هلكان بتقول لها انا جاي لعندي، اعطيها حقها، وان للمراه حق على الرجل، ما في الدنيا والدنيا فقط، ويا ريت الدنيا تدوم. قديش بتدوم الدنيا على صاحبها؟ كم يوم؟ انا عندي يقين لا يرى من لداء الدنيا ولا ساعة، كلها هموم، هي راحت وهي اجيت، وهي غليت وهي رخصت، وهي زادت وهي نقصت، كل الحياة هموم، كبل الهم كله. من جعل الهموم
هما واحدا كفاه الله هم دنياه وهم آخرته. أنا حاولت الدنيا كلها لحتى ورا ظهري، ما عاد فكرت فيها، صار تفكيري بالدار الآخرة، وتوقعت ما يعزلون ويخرجون وخلصنا. والله ما بلاقي حدا عم ينقصني شيء، والله بقى أنا في حيرة شلون الله ببعث المعونة قبل المعونة، شلون بتجي ما بعرف، شلون بتضبط معي ما بعرف، أنا شلون عايش في الحياة ما بعرف. اتعلموا أن يكون الهم الآخرة، ومن كان همه الآخرة كفاه الله أمر دنياه. الله بيجيبها شئت أما بيت، وبيعطيك من حيث تعلم من حيث لا تعلم، يعطيك من حيث تحسب ومن حيث لا تحسب. إمتى أنتم بدكم تصيروا وترجعوا إلى الله؟ بدها توبة صادقة بإقبال على الله عز وجل، وما عبنا من الدنيا شيء، كلها رايحة. بكرة أنا رايحة، بكرة بتبكوا. رحمة الله عليه شو كان؟ كان بالدرس مرات يحرقنا حرق ومرات يضحكنا، كان درسه فيه منوعات، وكان واعظا، لكن والله ما كنا نعمل كل شيء يحكيه. الآن تصلوا إلى الندم، لا عاد في شيخ ينصحنا، ولا عاد نرجع للأخلاق التي تعلمناها، فصارت حياتنا حيصة بيصة. إذا بكينا وسالت دموعنا، يا ترى بترجع الأمور؟ إذا ضحكنا وانسرينا ترجع الأمور؟ أفضل عمل يقوم به الإنسان الاستسلام للرحمن. ومتى استسلم لحضرة الله عز وجل ما عاد يهمه. أبرت أبي، أبرت أمي، أبرت أخواتي، أبرت أولادي، عيني ما دمعت على مخلوق. أعظم شخصية فقدت في حياتي شيخنا، غسلت بإيدي، كفنت بإيدي، نزلت على قبر بإيدي، ما دمعت عيني. أنا ما بضحك على حالي، بشاني خليني أقوم بالأعمال اللي علمني إياها، نفذ ما سمعت وما تعلمت، أحسن من البكاء والزعبرة. أنا برأيي اللي ببكي زعبرة، ليش بكي مشان إيش؟ شو ضرورة البكي؟ الألم هل هو بالعين؟ الألم جوا، خلوا بالقلب يجرح لا يطلع لبرا ويفضح. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.